هذا يضرب وش عشت بعيد نعرف وين بيتك نعرف وين بيتك مهارة يضرب اسلام علينا بالعصايه كلنا نضرب كلنا نضرب مش من حبل عصاي صار زلمه مش من حبل عصاي صار زلمه لا 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 أنا كمانية ماي مش كلمة حمل عصاية صار زلمة مش حدا كلمة طالب بحقه بيضرب هيا تسعى من حالك مش الحال خلص لا عم يضرب خلص مرعي لا فيش خلاف فينا والله فيش خلاف فينا ماما معاشي مش خلاف معاشك ما عم بكفيك يا اخي ان شاء الله تيجي تفشخلك فينا هون لا ليش مدرعين ليش مدرعين يمكن وشكم لو انتم كرامة تيجوا لهون لو انتم كرامة تيجوا لهون ما ضربك من قلبه لو ضربك انا بدي اضرب ده انا بدي اعمل شيء يلا يا واد حتى المرجين اللي هو بيعرف هو بيعرف اذا بورجيك انه انا لبناني كمان مثل مثلكم واذا بقعد معكم يمكن انت بتطلع ابن عمي مشان هيك طول بالك عليه للزلمه ما خصه ما هو ما خصه بس انه قصه عوره ما في حدا جوا هذه كلها حكي يا هاوي ما تدخل عم بحكي انا والزلمه خلص يا خي فلتن فلتن عم يفشوا خلص انا عم يفشوا خلص انا عم يفشوا خلص انا عم يفشوا خلص انا عم يفشوا خلص مفاورني طب تعمل راسه سكر خلص على علي خلص يا جماعه خلص خلص ما لك الشعب بده يفش حلو لك بحالك لك ثوره شو عم يصير؟ ان شاء الله مطالب؟ ما نوصله، وصل صوت. رح اقترح عليكم مطالب.